ادله القواعد الاصوليه من السنه النبويه. قاعده: هل يجوز الخطا على النبي اذا اجتهد؟ هل يجوز الخطا على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد؟ هذه مساله مفرعه على القول بانه يجتهد، وقد قلنا بان مسلم في اجتهاد مسلم فيها قولان: اذا اجتهد هل يجتهد مسلم ام لا، او هو ناقل الشرع ام لا. فالحق احنا قلنا بان مسلم ناقل الشرع وهو مجتهد، يجتهد والشرع اما يقر واما لا يقر، صحيح ولا لا؟ لكن لا يقر على خطأ وله الاجتهاد. يفر عليها بقى هنا: هل يجوز الخطأ إذا اجتهد؟ نعم يجوز الخطأ إذا اجتهد. المسألة خلافية، يعني الذين يقولون بأنه لا يجتهد وأن المسألة دائرة على الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالوا إذن لا خطأ، إذ لأنه إيش؟ لا اجتهاد أصالة، لأنه يتبع الوحي. قالوا إذن لا خطأ، وهذا فيه نظر كما سنبين. لكن نحن نقول بالترجيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل علم من أكثر من وجه. الأدلة على هذه القاعدة أنه ممكن يجتهد ويخطئ أو يصيب، لكننا لابد أن نقول في بحث هذه المسألة على قول الجمهور أن للنبي أن يجتهد، وأنه إذا اجتهد يمكن أن يخطئ أو يصيب، لكن الشرع لا يقر على الخطأ بحال من الأحوال الشرع، لأن سلم. طب لما لا يقر على خطأ؟ لما؟ لما جزمنا أن الشرع لا يقر على خطأ؟ ها، يتعبد بفعله ويتاسى به. قال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما آتاكم الرسول، عموما هو الآن اجتهد أو وحي، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك لا يمكن للشرع أن يقر على خطأ، لأنه مؤتسى به، لأنه متبع، ولأنه متعبد بما يفعل. إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إنما أحكم، وهذا حديث فيه ضعف، إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وصراحة يغنينا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. قال: إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. هذه معناها إيش؟ معناها أنه يكون قد استمع للمتقن في العرض الذي له اللحن في القول، وقد لا يكون الحق إيش؟ فيحكم له أخطأ ولا أصاب. أخطأه الآن، فهو نفسه يقرر: أنا بشر، يبقى إذا ممكن اللحن بالقول يجعلني أميل معه فأحكم له، وهو ليس الحق له. من ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر. لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر. هذه الحديث هذا له قصة. القصة هي في أسارة بدر، لما اتفقت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على الأسارة والفدا دون القتل، وعمر قال لا، لابد من القتل، ولكن الحق كان نزل القرآن يعاتب في الفدا ويقول: ما كان النبي أن يكون له إيش؟ أسرى حتى يسخن في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينها عندما يحسن الحديث: لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر. طبعا هذا في تفسير الآية، لأنه الله تعالى قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. هذا هو. طيب، من ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النبي للعسل وللأمة. تحريم النبي العسل والأمة إيش كريم؟ ليه؟ المغافير ممتاز. ما بقول لك يعني دي خلاص بقى، أنت الآن بار بيها جدا، فالدعاء بيتوالى عليك فبيفتح. نعم، هو أنه لما قالت له عائشة وقالت لهن: إذا دخل عليك فقولي أكلت مغافير؟ قال: سيقول لا، فقولي له جرست نحله الإيش؟ العرفت. فهو حرم على نفسه العسل اجتهادا منه، وحرم على نفسه. طبعا الرواية الثانية في التفسير أنه كان يذهب إلى الأمة وكان يطيل عنها، فيطيل عليها أو يطيل عندها، فغارت عائشة ففعلت ما فعلت، فقال: لا أذهب إليها. فقال الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قد اجتهد وإيش ورجعه اجتهد وقد أخطأ في هذا بأبي هو أمي،
فجاء الشرع قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآيات. عامة الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وإذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن الشرع لا يمكن أن يقره على الخطأ. أما بالنسبة للاجتهادات وقد أصاب وأخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في تأبير النخل، اجتهد في تأبير النخل وأخطأ في هذا الاجتهاد. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أسارة بدر في غزوة بدر، اجتهد في المنزل الذي ينزل فيه حتى قال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله لنا في علاه فنسمع ونطيع، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والمكيدة. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في الإذن للمنافقين عندما جاءوا وقالوا واستأذنوا سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم سلم واستغفر لهم، فعاتبه ربه وقال عفى الله عن كلمة أذنت له. هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسألة عبس وتولى، في مسألة النظر إلى صناديد قريش. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة وأخطأ، والشرع جاء لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ. من القواعد أيضا أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية قاعدة يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي، يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي. طبعا أصالة نحن في زمن الناس في زمن السلام يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الزمان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإنسان من النجاة والعزة والتمكين إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصيل في ذلك، ولذلك فإن الصحابة يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل إليه، ومع ذلك أباح الشرع لهم الاجتهاد، أباح لهم الشرع الاجتهاد من الكتاب ومن السنة. من الكتاب في الإشارة إلى قول الله في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يرتفع إلا بالاجتهاد. قول الله في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، أيضا في قول الله في علاه قال وإذا جاءهم، هذه أجلى الأدلة على صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا. أولي الأمر منهم العلماء المقصود بها في هذه الآية العلماء. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما الأدلة الكثيرة على شهادة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالادله ادله هذه القاعده الاصوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعقبه ومعه رجلان يحكمان، وقال ان اصبتما فلكما عشر حسنات، وان اخطاتما فلكما حسنه واحده. هذا في مسند احمد، ولكن الاسناد ضعيف، هذا الاسناد فيه ضعف. ايضا من ذلك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال نزل هؤلاء على حكمك، قال فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقاع أو من فوق سبع سماوات. هذا الدلالة واضحة جدا على اجتهاد سعد بن معاذ في مسألة بني قريظة، وأن هذا الحكم لما اجتهد فيه قد وافق حكم الله على دلالة على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن له أن يجتهد. نعم اجتهد أمام النبي، والنبي هو الذي قال إن القوم ينزلون على حكمك، وتركه يجتهد. وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد اجتهد سعد رضي الله عنه وارضاه. من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص اقضي بينهما، فقال وانت هنا يا رسول الله؟ قال نعم. وهذا ايضا لا يصح. وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معقل بن يسار ان يقضي بين القوم، وهذا لم يصح، لكن صح انه بعث عليا قاضيا، والقاضي معلوم أنه يجتهد، وبعث معاذا معلما وقاضيا، وبعث أبو موسى الأشعري معلما ولذلك وقاضيا، ولذلك أبو موسى الأشعري اجتهد في مسألة اليهودية الذي قد أسلم ثم ارتد. إما أن نقول أنه اجتهد في أنه تركه من أجل أن يستتيبه أو اجتهد في أمر أنه يعني أن أبا موسى الأشعري قد استتابه ووقف على قتله حتى جاء معاذ فقال والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم الله جل في علاه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، في حكم رسوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ففعل
ذلك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أن ابني أن رجلا جاء عجوزا جاء الإنسان فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأتي، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت منه بمئة من الغنم والوريدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال السلام لأقضين بينكما بكتاب الله لا في علاه. هذا الحديث دل أيضا على صحة الاجتهاد في حصن المسلم، وحتى أن المسلم يعني الدلالة فيه دلالة واضحة جدا أن المسلم قد أقر من اجتهد، أن المسلم قد أقر من اجتهد، والدلالة على ذلك بأنه لما قال وسألت أهل العلم فقالوا فأقر المسلم، لم ينكر، حتى لم ينكر على الذين قالوا بالرجم، ففيها دلالة على الاجتهاد. لكن يمكن أن نقول بأن الجميع اجتهدوا ولهم آلة من العلم، لأنه لو قال بالرجم أحد من عدم أهل العلم فإنه آثم في كل أحواله حتى لو أصاب الحق. الجاهل إذا تكلم بجهله لو أصاب الحق فهو آثم متعدي شرع الله جل في علاه. فهنا حديث العسيف يدل الدلالة واضحة جدا على اجتهاد الصحابة في هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والحق عندنا أمثلة كثيرة على اجتهاد الصحابة وإقرار السلام بالاجتهاد، فمن أصاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وافق وأقر، ومن أخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إيش خطأه. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، يعني هذه المسألة من الأهمية بمكان. إيش الأهمية في هذه المسألة يا أستاذ حسام لتجلس؟ ممتاز ممتاز ماشي نفس الكلام. أنا إذا جاز الاجتهاد في زمن الوحي والوحي أنزل دلالة على الحث واستناد الهمة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أن الاجتهاد بعد الزمن بعد زمن السلام من باب أول، لكن ليست هذه أيضا التي نريدها. نعم إقرار النبي شرع، وهذه التي أردها في مسألة قبلها. الحق أن نقول فصل الخطاب في هذا، أولا إجمالا الاجتهاد في زمن السلام يظهر جواز الاجتهاد في إيش؟ من باب أولى في غيره، لكن في أمور يصح فيها الاجتهاد، هذا التقييد الذي أريده، لأنه قد ظهر اجتهاد في العبادات والاجتهاد في العبادات ممنوع. الاجتهاد في العبادات ممنوع، إذ الأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف، حرمة. الأصل في العبادات التوقيف، فأي واحد جاء بعد زمن مسلم ليس له أن يجتهد في مسألة العبادات. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فهذه إذن الاجتهاد الأصل في العبادات التوقيف، لذلك نقول لا اجتهاد بعد زمن مسلم في العبادات، لا اجتهاد، مع أن باب الاجتهاد مفتوح لكن لا اجتهاد. قالوا لا حجرت مسعا بل قد اجتهد الصحابة في العبادات. قلنا اجتهاد الصحابة في العبادات ظاهر بأن غير الصحابة ليسوا كالصحابة. قالوا وكيف الفرق بين المثلين؟ قلنا الفرق بأن الصحابة يعرضون ذلك على النبي فيقر أو إيش أو ينكر، يبقى إقراره شرع وإنكاره شرع، فيبقى إذن في النهاية ما قالوا الأمر وما قالت الأمر إليه إلى الشرع، ما قالت الأمر إلى الشرع. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لو تمسك بها من قال بصحة الصلاة الرجبية والصلاة الرمضانية كل العبادات التي اخترعوها يقولون الاجتهاد وارد، وقد اجتهد الصحابة في العبادات كبلال وغير بلال كما سنبين اجتهادات الصحابة. هناك أدلة كثيرة أو أمثلة كثيرة تثبت الاجتهادات، منها مثلا اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. هو اجتهد لما رأى، وهذا محل وين محل الاجتهاد؟ طيب حسام أستاذ حسام عشان تنام عشان تقعد، وين محل الاجتهاد؟ الحق في هذا الباب لندري في هذه المسألة. محل الاجتهاد أنه عنده أولا آية استغفر لهم ولا تستغفر لهم، جيد، والآية كانت تخيير. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كأن هذا تشريع، ويأتي عمر يجتهد في محل فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يغلب ما فهم من الآية على فعل النبي، مع أن الأصل فيه أن يقف معه فعل النبي، قد اجتهد. تفهمتوا ولا مش فهمتوش؟ نعم، في محل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يميل تفسير الآية، هو يجتهد ويقول لا منعك الله من الصلاة، قال لا بل خيرني ربي، يبقى اجتهد ولا ما اجتهد؟ اجتهد. وهنا أقر أو ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصل
وقد أقر الله تعالى ولا تصلي أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. من ذلك أيضا اجتهاد عمر بن الخطاب أيضا في مسألة إرجاع إرجاع الحج المقام كان ملتصقا بالكعبة، فاجتهد عمر وقال بأن هذا الطواف أهل الطواف يعني يتعثرون، والذين يأتون إلى الحجر الأسود لتقبيله يحدث يعني تعثر منهم في هذا. فيقول عمر لو رددناه إلى الخلف فجاء قال لو رددناه الخلف واتخذناه مصلى فأنزل الله جل في علاه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا لما اجتهد مسألة نزول الحجاب وقال يكلم نساءك البر والفاجر، فأنزل الله جل وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. كل هذه اجتهادات في عصرنا السلام، والشرع يقر بهذه الاجتهادات. أيضا اجتهاد الصحابة الذين كانوا في سفر، وبعدما كانوا في هذا السفر فإنهم اختلط عليهم أمر القبلة، فهناك من صلى إلى اجتهادا للقبلة والآخر صلى إلى القبلة ولم يعد واحد منهما، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهدوا. طبعا هذه مسألة اجتهاد الصحابة فيها ما فيها من اختلاف الأصول بين العلماء، يعني بعض العلماء يمنعون الاجتهاد بتاتا، يقولون ممنوع الاجتهاد لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوحي ينزل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا اجتهاد مع النص. وأيضا بعضهم يقول لا يجتهد إن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له التعبد بالاجتهاد للغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان بعيدا لا يجتهد. ليش؟ لأنهم لاحظوا أنه لو اجتهد كان قريبا فإن النبي يقر أو ينكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينكر، لو كان بعيدا لا إقرار ولا إنكار، يبقى إذن ليس له أن يفعل ذلك وعليه أن يتبع الشرع. والصحيح الراجح الذي عليه جمهور الأصوليين، وهذا الواقع الذي نعيشه والواقع الذي عاشه الصحابة، بجواز الاجتهاد مطلقا. لذلك اجتهد الصحابة في مسألة أيضا تحويل القبلة، كانوا يصلون في قباء ويصلون إلى بيت المقدس، وهذا تعلمون لو في المدينة إذن المسألة مستدارة، ده يعني معنى ذلك أنه الظهر إلى الكعبة والاستقبال إلى بيت المقدس في المدينة، هذا الوصف بالضبط. فجاء الصارخ فقال إن الله جل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحول إلى الكعبة القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستداروا 180 درجة، فاستداروا جميعا وصلوا وتموا الصلاة على ما هم عليه ولم يخرجوا من الصلاة، وهذا من باب الإيش؟ الاجتهاد، لأنهم الآن هم يستدبرون القبلة، لا يستقبلونها يستدبرونها، ومع ذلك في نفس محلهم وموضعهم استداروا حتى صاروا إلى القبلة ولم يعيدوا وأقرهم من السلام، وهذا اجتهاد منهم، هذا اجتهاد منهم. الحق بأنهم إن رأوا أنهم يستدبرون الكعبة يخرجون من الصلاة ويصلون، لا اجتهدوا بأنهم على ما كانوا عليه أولا كان بأمر الله، ولما تحولوا كان بأمر الله، ففي الحالتين هم في أمر الله جل في علاه فلم يخرجوا من الصلاة. من ذلك أيضا اجتهاد عمار رضي الله عنه وارضاه لما قال كنت في سفرة أنا وعمر الخطاب فأجنبنا فلم نجد الماء، قال فأمسك عمر ولم يصلي فتمرغت أنا كما تمرغ الدابة في التراب، لأنه قاس، وهذا من باب الاجتهاد. اجتهاد عمار هنا القياس، لأنه علم أن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو قال أنا لما أكون جنب وعندي الماء ماذا أفعل؟ تعميم الجسد بالماء، صحيح؟ قال يبقى إذن التيمم نزل منزلة الغسل وهو بدل، والبدل يأخذ الحكم المبدأ منه، فقام فمرغ نفسه في التراب، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على اجتهاده، وإن لم يقره على إيش؟ على إطلاق الفعل، لكن أقره على اجتهاده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا وتمسح على وجهك وإيش؟ ويديك، وتمسح على وجهك ويديك. هذا اجتهاد أيضا من عمار، اجتهاد عباد بن بشر في صلاته عندما كان مرابطا رضي الله عنه وارضاه، هو عمار بن ياسر، وكانت النومة لعباد، النوبة كانت لعباد، فقام يصلي فضربوه رشقوه بالنبل فأدمى جرحه يثعب دما، فقام يصلي وما انتهى من الصلاة، الدماء تتناثر منه وهو يصلي ولا يقف، والألم عليه وهو يصلي ولا يتوقف. هذا اجتهاد منه أن الصلاة لا تبطل بخروج
بخروج الدم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من ذلك أيضا اجتهاد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، كلها اجتهادات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري لما نزل مع قومه ضيوفا على القوم، فطلبوا ضيافته فلم يعطوهم ومنعوهم الضيافة، فقالوا لهم إن سيدنا لدغ لديغ، عندنا سيد لديغ، فهل منكم من راقي قارئ؟ فقالوا عندنا راقي ووالله لا نفعل حتى تضربوا لنا بسهم، فرقاه بالفاتحة 7 مرات. يقول الراوي فكأنما نشطه من عقال، اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ اجتهاد. وانظر إلى النبي وهو يقر حتى على العطاء، قال ومن أدرك أنها رقية، ده أقر على اجتهادي أنه اجتهد بأن الفاتحة رقية وبها الشفاء. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا فقه من أبي سعيد، هو يعلم أن كل القرآن، كل القرآن شفاء، وننزل من القرآن منه الجنس لا للتبعيد على الرجع الصحيح، لكن قال كل القرآن مجموع وين؟ في الفاتحة. كل القرآن مجموع في الفاتحة، فراق بالفاتحة، فقال له وما أدراك أنها رقية، فكان اجتهادا وصائبا من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا من ذلك اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في إيش؟ ماشي، تعبير الرؤية ممتاز. هناك بقى موافقة أخرى، اجتهاد آخر أيضا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. أبو بكر جلس وجاء القاتل وقال لي سلبه، قتلت فلانا، أين سلبه؟ أين سيفه؟ أين درعه؟ قام رجل قال يا رسول الله أشهد أنه قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بمن يشهد لك أنك الذي قتلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله إيش؟ سلبه. فقام رجل يستشفى قال يا رسول الله حقا هو قتله وسلبه عندي فأرضيه من الغنائم. ده هذا اجتهادان عندنا الآن، اجتهاد هذا الرجل بأنه قال يستعيد عن السلب بإيش؟ بشيء من الغنيم، احنا عندنا سهم من الغنائم يعطيه من الغنائم، ارضيه من الغنائم، أنا أخذت خلاص السلب هذا. قام أبو بكر باجتهاد يخالف هذا الاجتهاد في عصره في جلوس النبي، فقال لها الله يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه، لا من قتل قتيلا فله إيه سلبه. هذا اجتهاد وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره وقال نعم، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في هذا الاجتهاد. من ذلك أيضا اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه عند دخوله في الأعياد في العيد، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة، وجد معها إيش؟ وجد جاريتين تغنيان، فزجرهما وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ففزعتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إنما اليوم عيد، أو إن اليوم عيد. هذا اجتهاد من من؟ من أبي بكر في الزجر والإنكار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الضف مزمور الشيطان، مزمور الشيطان في 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 بيت رسول الله فسماه مزمور الشيطان، وهذا اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أحاله وقال إن اليوم إيش عيد، دعهما ولو أنكرت فأنكر في غير ذلك فإن اليوم عيد. أيضا من ذلك إنكار عمر رضي الله عنه، هذا اجتهاد، إنكار عمر على الحبشة وهم يلعبون بالحربة في الأعياد، هم في المسجد ويوم العيد تعلمون رمات يلعبون بالحربة في المسجد، فأخذ الحصباء فحصبهم بها عمر بن الخطاب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يري عائشة تشاهد، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قال دعهم يا عمر، دعهم يا عمر فإن اليوم عيد، لكنه حصبهم بإيش؟ قال في مسجد رسول الله، يلعب في مسجد رسول الله، كاد يعني وكان شديدا رضي الله عنه. فقال سلم دعهم، فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وبين سلم أن هذه الأيام يتسامح فيها بما يحدث في المساجد. كل هذه أمثلة عظيمة جدا، لو جلست ينقضح ذهنك هذا لا تجده في الكتب، ما فيش أي كتب فيها هذه الأمثلة، أنت تنقضح إذا أتقنت أنت تمثل وأنت تأتي بالأمثلة. أيضا من ذلك اجتهاد الثلاثة نفر عندما جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال أنا أعتزل النساء فقط للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ذلك مغضبا، هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ هذا اجتهاد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوم يقولون كذا وكذا؟ ثم قال: أما أنا فأصوم وأنام، فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. طبعا كما يأتي في صحيح مسلم أنه قال: وإني لا أعلمكم بالله، وإني لا أتقاكم أخشاكم له، بأبي هو وأمي. أيضا من ذلك هو اجتهاد بلال، اجتهاد بلال رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان لا يتوضأ وضوءا إلا يصلي، هذا اجتهاد منه، وجاء الشرع بإيه؟ بإقراره، فصار وحيا، فصار وحيا ومن السنة إذا توضأ أن يصلي سنة. ومن اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أسمع دفن عليك في الجنة، ماذا تفعل؟ ما أرجع عمل. فقال له: والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا قط إلا وصليت به، ما توضأت وضوءا قط إلا وصليت به. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أختم في الاجتهادات، اجتهاد الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قام فقال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بهذا؟ ففزع الرجل بعد الصلاة، فقال: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 30 ملكا إيش يبتدرونها. هذا منه اجتهاده الآن، اجتهاد، وجاء الشرع بإيه؟ وجاء الشرع بإقراره، اجتهاد وجاء الشرع. إذن للصحابة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء بالبعد أو بالقرب لهم الاجتهاد. والإشارة جاءت من القرآن بقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول ولأولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. طيب، من القواعد أيضا قاعدة الاجتهاد يتجزأ، هذه مسألة من الأهمية بمكان، الاجتهاد يتجزأ. يعني ايه الاجتهاد يتجزأ؟ هذه المسألة على خلاف في العلماء، يعني صراحة بعض الشافعية يقولون الاجتهاد لا يتجزأ، لا يتكلم في العلم إلا من أحاط به، ده معنى الاجتهاد يتجزأ. يعني ممكن يكون واحد عالم جدا في مسألة واحدة، رجل عالم في الحيض فقط، رجل عالم فقط في الوضوء ونواقض الوضوء الطهارة، لا يعلم إلا ذلك، هذا عالم في ناحية معينة، عالم في المعاملات المعاصرة، عالم في البيوع، عالم في الحدود، هذا معنى الاجتهاد يتجزأ. هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ هنا القاعدة: هل الاجتهاد يتجزأ؟ الراجح سيتجزأ. خلاف العلماء، قال بعضهم أو قال الجماهير: الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، ولا يمكن أن تجد عالما قد أحاط به إلا في النوادر طبعا، كما قال الشوكاني: عز الزمان أن يأتي بمثلهم على من؟ على ابنين، على ابن حزم وعلى ابن تيمية، قال عز الزمان أن يأتي بمثلهم. ده صحيح، انظر إلى ابن حزم، ابن حزم كان محدثا فقيها أصوليا بلاغي نحوي، يعني رجل لغوي، رجل جمع بين العلوم، جمع بين جميع العلوم، فلذلك قالوا عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم. وطبعا الأصح أن يقال وعز الزمان أن يأتي بمثل من؟ ابن تيمية. ابن تيمية قال الذهبي عنه: الحديث الذي لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث. وابن تيمية كان بارعا في المذاهب، حتى أنه في علماء عصري من الشافعية كان يراجعهم في المذهب الشافعي، يخطئون على الشافع ويقول هذا ليس من مذهبه، لم يتقنوا المسألة. وأيضا كان عالما حريرا بالأصول وبالمصطلح، وأيضا كان عالما بالعقيدة، وهذا بابه الذي برع فيه جدا. فهو يقول يعني عز الزمان يأتي مثل هؤلاء، لا يمكن أن تجد عالما قد إيش؟ قد جمع بين العلوم. ونحن نقول الآن بس لو في عصرنا من جمع الله له بين الحديث والفقه فهذا أعلم الناس، هذا أعلم الناس، إذا جمع الله له بين الحديث والفقه، وإن كان متقنا للعقيدة، لأن هذه من الأهمية بمكان، بوابة العلم إتقان العقيدة. هذه هي المسألة يقال فيها هل الاجتهاد يتجزأ؟ نعم يتجزأ. ولذلك ابن تيمية نفسه هو الذي قال أعلم الناس أربعة، ثم قال أعلم الناس بالمناسك عطاء، أعلم الناس بالمناسك عطاء، وأعلم الناس بالحلال والحرام لا أذكر، قال الحسن البصري أو غير الحسن البصري، وفي المعاملات سعيد بن المسيب مثلا. فكان يذكر إتقان العلم في باب من الأبواب، هذا معنى الاجتهاد يتجزأ. ولذلك أنت لا ترى مجتهد مطلق قد جمع بين المسائل بأسرها، وهذا من رحمة الله بالعباد. لذلك هذا حدا بالنووي أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة 100 عام الله جعل يبعث عليها إيش؟
من أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال لا يشترط أن يكون رجلا واحدا، لا يشترط، أو طائفة واحدة لا يشترط، قال بل يتنوع. من يجدد لهذه الأمرة نحوي، في لهذه الأمة أمر دينها نحوي ولغوي وأصولي وفقيه ومحدث وأيضا مفسر، ومن جمع الله له بين هذه وتلك فهذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو. هذا بالنسبة لقاعدة هل الاجتهاد يتجزأ أم لا. نختم الكلام على قاعدة من الأهمية بمكان، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ وهذه التي بسببها يعني قد ميع كثير ممن ترسم الفقه، ميع على الناس أمر دينهم. هل كل مجتهد مصيب؟ هذا خلاف بين العلماء طبعا على أن المجتهد هل هو مصيب في كل أحواله أم المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا. الحق أن المسألة فيها يعني قولان، القول الأول وقول جماهير السلف والخلف، قالوا المصيب واحد والحق واحد، المصيب واحد والحق واحد. وذهب الغزالي، طبعا تلميذ الغزالي من؟ ابن عربي، أبو بكر بن عربي، ابن العربي، لا ابن عربي، ابن العربي، أبو بكر بن عربي تلميذ الغزالي. وأيضا البقلاني قال بذلك من أشاعرة وأكثر المعتزلة، قالوا بهذا، قالوا الحق متعدد، الحق متعدد، وعندنا أدلة تثبت هذا وتثبت هذا. صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة القاعدة هذه، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث صريح في المسألة، تراه نصا، قال إذا أصاب إذا أخطأ، يبقى إذن منهم المصيب ومنهم المخطئ، تصريح أنه الآن، يبقى لا يمكن أن يقال بأن الكل مصيب، منهم المصيب ومنهم المخطئ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، وقاضي علم الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ايش اللي استفيده استاذ حسام من قول سلم ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار؟ يبقى معنى ورجل قضى واهمل المفعول به، صح، قضيه المفعول، حذف المعمول يؤذن بايش؟ بالعموم، يعني كأنه يقول ورجل قضى بجهل أصاب أو أخطأ فهو في النار، صحيح ولا لا؟ اجلس. قال ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، يبقى إذن فهو في النار لأنه إيه؟ أخطأ، والثاني أخطأ عمدا، صحيح ولا لا؟ لكن أخطأ لأنه ليس له آلة الاجتهاد. لذلك العلماء يقولون في قول سلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ليس على العموم، مش كل واحد يجتهد له أجران وله أجر، لا، لازم يكون قد حصل آلة. وهذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها فالآن، يترسم، يتقدم، يتصدر من لم يتأهل، فيقول أجتهد، ففي حالتيه آثم وهو مذموم، لا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب فلا أجر، إذا اجتهد فأخطأ فلا أجر. ليش؟ لم يحمل الآلة. هنا الآن قال فقضى على جهل، ما عنده آلة الاجتهاد، فقضى على جهل ما عنده آلة الاجتهاد، فلما لم تكن عنده آلة الاجتهاد متوفرة أصاب أم أخطأ فهو عند الله مذموم، لأنه ده هذا قف ما ليس به علم. وقد قال الله جعل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز بحال من الأحوال أن يجتهد وهو لم يحصل آلة الاجتهاد. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تفعلوا، فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. يعني الآن أنتم اجتهدوا برأيكم وقولوا هذا منا نحن، أنزليهم على إيش؟
اجتهادكم لا على حكم الله، لأنكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا لا تدرون أصبتم بذلك حكم الله جل في علاه أم أخطأتم في حكم الله. يبقى إذن لا تنزلون ولا تقول هذا حكم الله لأنكم لا تعلمونه. أخذ بهذا الحديث بعض المتهوكين وماذا طار به إلى السماء على إيه؟ لا لا على مسائل التشريع نفسها، يقول هي مسائل اجتهادية فلا تلومونا. يا رب فهموا، قلنا أنت مخطئ لأن هذه المسألة للمحكم لا المحكم الذي جاء به الكتاب واجب العمل به، والذي لم يأتي فيه النص نعم لا تنزلوهم على حكم الله، تنزلوهم على إيش؟ على حكمكم، مسألة مش عامة. لكن هو هنا لما يقول ذلك طار به بعضهم وقال شوف انظر، إذن لا ننزلوهم على حكم الله، نجتهد في المسألة والمسألة على اجتهاد. قلنا لا، هناك أحكام محكمة جاء النص فيها، وما جاء النص فيها لا يمكن الحيد عنه، وهناك أحكام تحتاج إلى اجتهاد، لك فيها ذاك، لك فيك فيها هذا تجتهد، لكن إذا جاء النص محكما وجب العمل به. ومن الأحاديث أيضا على هذه المسألة إنما أحكم بالظاهر وإنكم لا تختصمون إلي، وين وجه الدلالة هنا؟ إنما أحكم بالظاهر، يبقى إذن قد أصيب وقد أخطئ. نعم. وأيضا يستدلون بحديث أصحابك النجوم، من اللي بيستدل بهذا الحديث بأصحابك النجوم؟ بأيهم اهتديتم اهتديتم، أو بأيهم اهتديتم اهتديتم، اللي هو إيه؟ الكل مصيب، إن الحق متعدد. أروح بقى هنا لأن الصحابة اختلفوا، قال بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم، وطبعا حديث موضوع هذا، هذا حديث لا يصح لا يساعدهم على هذا. ومن ذلك حديث تحويل القبلة إلى الكعبة، وهذا قبول لخبر الأحاد، تحويل القبلة إلى الكعبة. من ذلك لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال قوم أراد منا السلام التعجيل، وقال قوم قال لا، قال أراد منا ألا نصلي إلا هناك في الموضع يعني في الموطن، ولم ينكر السلام على هذا وعلى ذاك، قالوا إذن الكل إيه قد أصاب الحق مع الجميع. ومن ذلك ظن المؤمن لا يخطئ، وهذا حديث فيه ضعف، بل هو لا ضعيف جدا لا أصل له. هذه الأدلة يستدل بها القوم الذين قالوا بعدم بأن الحق متعدد، فإننا نتوسط بين القولين صراحة. يعني إذا قلنا القول الأول قال الحق واحد، والقول الثاني قال الحق متعدد، وقالوا هؤلاء واحد يصيب وواحد يخطئ، والآخرون قالوا الكل مصيب، نحن نتوسط نقول الحق واحد ولا يتعدد، والحق يتعدد، المصيب واحد والمخطئ واحد والكل مصيب، وجمعنا بين القولين. قالوا كيف ذلك؟ قلنا لو دققت لعلمت. أولا الحق متعدد، متعدد عندما يأتي الشرع بتعدده في مساحة المستحبات أو الواجبات المخير بينها الإنسان، كيف ذلك؟ قلنا لما سئلت عائشة عن وتر مسلم قالت أوتر النبي مسلم من أول الليل ومن ثلث الليل ومن آخر الليل أو من نصف الليل وآخر الليل، هنا تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد. من أوتر أول الليل فقد أتى بالسنة، من أوتر نصف الليل فقد أتى بالسنة، من أوتر آخر الليل فهو الأفضل والأكمل لكنه قد أتى بإيش؟ بالسنة. هذا في التوقيت أو تعدد خير أو تعدد الحق. وأيضا في العدد قالت أوتر النبي مسلم بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع، صلى 11 ركعة، تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد. أو لا صلاة الضحى أربع ست ركعات ثمان ركعات، حديث ضعيف بسنت 10 ركعة، لكن تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد، ظاهر له الآن. أيضا من ذلك أن تصلي أربعا قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، أو أربعة قبل الظهر واثنين ثنتين بعد الظهر، كل ذلك قد ورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. أربعة قبل الظهر، قال ركعتين قبل الغداة، وأربعة قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. وجاء في حديث آخر قال من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. كل هذا متعدد، يبقى إذن الحق متعدد والكل مصيب. كيف؟ قلنا الذي أصاب وأخطأ كل مصيب، مصيب إيش؟ الأجر، هذا أجران وهذا أجران وهذا أجر واحد، وجمعنا بين القولين.
لكن إذا أردنا الفصل لا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كانت المسألة ليست على ما بيناه إذن الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويؤكد ذلك قال فلا تنزلهم على حكم الله، أنت لا تدري ما حكم الله جل في علاه، معي أم لا؟ هذا هو. ولذلك نحن نقول الآن إذا قلتم بهذا فكيف تردون على أدلة من قال بتعدد الحق وأن الكل مصيب؟ قلنا أولا حديثهم أصحابك النجوم حديث موضوع ما يصح، فإذا كان حديثا موضوعا فالحجة في الأحكام إيش؟ الحجة في صحة الأدلة والدليل لم يصح. أما استدلال القوم بحديث لا يوصلن أحدكم العصر إلا في بني قريظة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الطائفتين، قلنا نعم أقر الطائفتين ولم يعنف ولم يخطئ ولم ينكر، لم يعنف ولم إيش ولم ينكر، ونحن معك. المحل ليس محل إيش؟ ليس محل إنكار، ليس المحل محل إنكار، عذرهم لأن الجميع قد اجتهدوا. ولذلك المحققين يقولون الحق مع أحدهما، فبعضهم رأى أن الحق مع من تعجل الصلاة للمحكم. وإيش المحكم؟ الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب وبعضهم قال لا الحق مع من قال فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة للعجلة حتى يصلي هناك في هذا الباب، يرى الناس صلاة هؤلاء لعلها تكون إشارة إلى إسلامهم أو دعوة لهم إلى إسلامهم. لكن الحق بأن الحق مع أي مع إحدى ما إحدى الطائفتين، الحق مع إحدى الطائفتين، فيكون الرد أننا سلم ترك الإيش؟ ترك الإنكار، ترك الإنكار وعذرهم، لكن لم يتكلم عن الخطأ والصواب، لما نتكلم عن الخطأ والصواب لا سيما أن لهم إيش؟ لهم الأجر. هم يستدلون أيضا من ذلك من النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه لا أجر وما أخطأ فله إيش؟ أجر. قالوا لو كان مخطئا على ما تقولون لكان عليه الإثم وليس له أجر، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. قالوا كيف يخطئ ويكون له أجر؟ قلنا نعم معكم حق، المخطئ لا أجر له، معكم حق المخطئ لا أجر له، لكن نحن نقول الأجر ليس على الخطأ، الأجر على إيش؟ على السعي والاجتهاد، الأجر له على السعي وعلى الاجتهاد. طيب أما الآخر لما أصاب الحق كان له أجر الإصابة، ولما كان من باب السعي فله أجر السعي. وهناك مسائل كثيرة جدا تتفرع على هذا الباب، لكني سأخذ أهم المسائل التي هي على الساحة، لأن ممكن تقول من المسائل الصلاة بقراءة الفاتحة، بعضهم قال قراءة الفاتحة واجبة ركن من أركان الصلاة، بعضهم قال هي مستحبة، بعضهم قال هي واجبة ولا تؤثر في صحة الصلاة على الأقوال. وهذا يعني الخلاف فيه واسع، وأيضا مثل لحم الجزور وعضوم لحم الجزور ومسألة سجود السهو، لكن عندنا أمور فواصل منها النبيذ، لأن هذا الذي تمسك به من قال بأن الحق متعدد فذهب يقول الخمر حلال النبيذ حلال، ما في حرمة هنا عنده. فمنهم من يقول بأن النبيذ هنا النبيذ اجتهد المجتهدون وقالوا بإيش؟ بجوازه، كمن الأحناف قالوا جائز النبيذ جائز ما دام لم يسكر ولو أسكر صار حراما، جائز ما دام لم يسكر ولو أسكر صار حراما. لذلك أهل الكوفة قاطبة يستحلونه، يعني يستروحون بالنبيذ. طيب قلنا الآن الحق لو متعدد يبقى الحق يبقى إذن يبيع ولا طالما بعت شيء لا يسكر من أول شفطة شفطتين بيع الشفطات اللي أنت تريدها لغاية ما تأتي إلى المقدار الذي يسكر فلا يجوز لك ذلك، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. الحق بأن الحق إيش؟ واحد غير متعدد. فالذين قالوا بأنه النبيذ خمر هذا هو الحق والأدلة تثبت ذلك، أهو اجتهاد، هو الأدلة تثبت إيش الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأجلى في الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. هم بيقولوا بأن لا يحدث السكر إلا بالكثرة فتحرم الكثرة فقط، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. معي ولا غير معي؟ الحمد لله. من ذلك النكاح بغير ولي، هو مسألة خلافه بين العلماء، الحق متعدد أم الحق واحد؟ الحق واحد. الأحناف يقولون المرأة تلي نفسها
وهي أحق بنفسها من وليها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من إيش؟ من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها، بنفسها من وليها. فقالوا إذن هي تزوج نفسها، لا سيما أنهم قاسوا ذلك على مسألة البيع اللي هي الذمة المستقلة، قالوا تبيع وتشتري ولها ذمة مستقلة. طب الفرج، الفرج مقابل إيه؟ الصداق. وآتوا نساء صدقاتهن نحلة مقابل الصداق، إذن يجوز أن تزوج نفسها. لو قلنا الحق متعدد تركناهم يفعلون ما يفعلون، لكن انظر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل في المسألة أنه لا تعدد، لأن السلام قال أيما امرأة، أهو الآن خلاف النص، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باطل باطل، النبي يقول باطل ويجتهد أبو حنيفة يقول صحيح. بمن نأخذ؟ والحق متعدد أم واحد؟ ومن الذي أصاب الحق عند الله جل في علاه؟ النبي، لأنه أبو واحد، مفهوم؟ يبقى هذا هو الحق. هذه ثمرات في هذا الباب. من ذلك أيضا الأمر في حل الربا في دار الحرب، حل الربا في دار الحرب، قال به أبو حنيفة وليس معه حق في ذلك، وهو استدل بحديث ضعيف. فلذلك نقول هو اجتهد فأخطأ ولم يصب الحق، والحق أن الربا محرم في إيه؟ في عمومي، لعن الله أكل الربا موكله وكاتبه وشاهديه، هذا على العموم. وأيضا الزواج من بنت الزنا، فإن الزواج من بنت الزنا قال به الشافعي وقال حلال، قلنا الحق هذا اجتهاده الآن، لكن قلنا الحق إيش؟ الحق واحد، وأن البنت من الزنا لا يجوز للبن الفحل، لبن الفحل يحرم، إذن المني يحرم، فلا يجوز أن يعني الزواج من ابنته في الزنا.